أحد يستغني عن الله؟ لا. إذن لماذا تنساه؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. عجوز تتصل على داعية تقول أنا أصلي على رسول الله في وردي يوم أني قوية 9000 صلاة، غير ذكر الله الثاني، ضعفت ونمك، والحين أقرأ أصلي 3000 5000، هل أنا آثمة؟ قال المطوع اللي يستفتي، قال الآثم محاتيت مو بنتي. أي إنسان يحب شيئا يكثر من ذكره. هل أنت تحب الله؟ بتقول نعم. كم ذكرت الله؟ 1000 2000 3000. وهذا أحد أسباب الغفلة، أحد أسباب الوحشة. ليه يا أحبابي أحيانا تطقها حزن؟ ترى بعضنا يبتي خانقته العبرة وهو في نفسه ما يدري وش السبب. تجيه نوبة حزن تنزل عليه، تضيق عليه مناكبها، وتقول لها ذكرت الله 100؟ قال لا. صليت الفجر جماعة؟ لا. الله يلوم الهم يوم يسكن صدرك.